عبر الهاتف المحامية وعضو المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية الأمنية والعسكرية السيدة وفاء الشاذلي. في البداية سيدة وفاء، أهلا بك. أهلا بكم، مرحبا بكم، مرحبا بمشاهديكم الكرام في ليبيا. نعم، في البداية نترحم على أرواح شهداء الشقيقة تونس، وأيضا نتمنى الشفاء العاجل للجرحى، ونؤكد تضامننا مع دولة تونس الشقيقة. ننتقل إلى سؤال هام، لماذا هذه التفجيرات الآن برأيك؟ يعني وهل من علاقة تربط ما يحدث في العاصمة طرابلس من فوضى وميليشيات وإرهابيين، وأيضا دعوات تنظيم الإخوان الإرهابي بتعميم المعركة وتصريحات المنصف المرزوقي؟ نعم، قلناها ونقولها دوما، ليبيا هي العمق الاستراتيجي لتونس. أمن تونس من أمن ليبيا، وأمن ليبيا من أمن تونس، هذا لا ريب فيه ولا شك. تونس اليوم في مرحلة حساسة، هناك هشاشة في الوضع السياسي بتونس، هناك ارتباك حاصل في المشهد الأمني، خاصة أن ليبيا اليوم والمنطقة الغربية منها بالذات تعيشوا معركة كبرى، معركة كيلونة للتنظيم الإخواني هناك. نعرف أن كذلك هناك معنى لهذا الهجوم الإرهابي من قبل داعش. داعش سيدي الكريم اليوم متغلغلة بليبيا. نعلم جميعنا أن هناك دواعش يعودون بشكل مكثف وأعداد كبيرة إلى ليبيا عبر مطار الحنتيجة وميناء مصراتة، يعني في المناطق الخاضعة لحكومة السراج، وهؤلاء يقع تسريبهم من هناك إلى تونس وخط الساحل والصحراء والسودان والجزائر، وهذا طبعا سيزعزع الاستقرار والأمن بجميع المناطق. اليوم كذلك هناك معلومات عن وجود جيش من الدواعش موجود في ليبيا وفي حالة تأهب، وهذا الجيش هو يخيفنا جميعا، لأنه طبعا ستكون له مهام، وممكن أن المهام هذه ابتدأت عندنا هنا بتونس، لأن عمليات التفجير اليوم في تونس هي عمليات جديدة، لأننا من قبل كنا نعرف التفجيرات في الجبال، لكن هذه عملية نوعية جديدة الثانية من نوعها، لأنه في التمر الخارطة منذ أشهر امرأة فجرت نفسها بشارع بورقيبة. اليوم تونس تعيش زعزعة في استقرارها، وطبعا ما تعيشه طرابلس من زعزعة في استقرارها ومن معركة طرابلس الكبرى، معركة الكرامة، طبعا تؤثر علينا نحن بتونس بشكل كبير، خاصة وأن تونس اليوم هناك ميليشيات كذلك تتداوى لدينا، ونحن كمجتمع مدني وكناشطين سياسيين قلنا وقلناه ونعيدها. نعم، إذا أستاذة وفاء، كما ذكرت تفجيرين ليس ببعيدين عن بعضهما البعض، كيف تبعتم أنتم كنشطاء وحقوقيون هذه التفجيرات؟ وهل من خشية لحدوث تفجيرات أخرى برأيك؟ يعني هل يسعى تنظيم الإخوان الإرهابي بتعطيل الانتخابات القادمة في دولة تونس الشقيقة أو الفوز بها حتى؟ والله بالنسبة طبعا نحن اليوم ما نعيشه من هشاشة في الوضع هو نتيجة قرب موعد الانتخابات، وهناك منافسة حامية الوطيس اليوم في تونس مما أربك العمل الأمني بتونس، وطبعا هذه معناها الهجومات، وممكن نتوقع هجومات جديدة لا قدر الله طبعا ستأتي بدلالها على الانتخابات، وممكن أنها تتأخر، لأن الانتخابات إذا كان هناك خطر داهم بتونس فهي تتأخر بطبيعتها، قانونيا لابد من تأخيرها. والإخوان بتونس اليوم حتى بدون الانتخابات هم اليوم يعيشون أزمة كبرى في 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 طرابلس، ولذلك عندما يضيق عليهم الخناق هم يلتجئون إلى العنف بطبيعتهم. هذه قالها المقولة الشهيرة للزعيم الشهيد شكري بالعيد، وهم اليوم المعركة تضيق الخناق عليهم في طرابلس
تؤثر عليهم اليوم هنا في تونس طبعا، وتنظيم الاخوان المسلمين عالميا يريد من ليبيا ومن تونس ان يكونا مركزا لهم، خاصة وأن السودان تزعزع حكمهم فيها وافتك منهم في مصر، واليوم خسر أردوغان بلدية اسطنبول. يعني ممكن أنه المرحلة القادمة لن تكون لحكم الإخوان، ولذلك اليوم هم في حرب وجودية علينا هنا في هذه المنطقة. وأنا أربط ما وقع اليوم بتونس من عمليات إرهابية صارت يوم أمس يوم الخميس. نعرف ومتأكدون هنا أن الملامح الأولية للعملية قد انطلقت جذورها من ليبيا، وهي محاولة من الميليشيات الإخوانية الواقعة تحت نفوذ حكومة الصراح لتوتير الأجواء التونسية وخلق فراغ أمني يساعدهم على التحرك بين بالحديث عن الفراغ الأمني أستاذة وفاء، يعني برأيك هل هناك حالة اختراق من أو في الداخلية التونسية من التنظيم السري للإخوان، وهل وهي طبعا قضية معروفة للجميع، هل من خشية تجاه ذلك؟ نحن منذ مدة كنا نقول أن هناك أمن موازي، هذا ليس مخفيا على أحد. من سفر أبناءنا إلى سوريا؟ من سفر أبناءنا إلى ليبيا؟ من أعطى جوازات السفر؟ أليس الأمن الموازي؟ أليس من يخترق أمننا؟ طبعا لنا مؤسستنا قائمة الذات التي نحترمها وهي سور الوطن، ولكن هناك جهاز سري للإخوان المسلمين. من لا يعرف أن حركة الإخوان هي دولة ظاهرة ودولة باطنة؟ من لا يعرف أن هذا التنظيم له جهاز سري يعمل في الخفاء؟ حتى ولو تسلم الحكم لا بد له من جهاز سري ينتج ويطرز في الخفاء، وهذه اليوم العملية هي نتيجة تواجد جهاز سري ينشط بين تونس وليبيا. لماذا هم في حالة ذعر من عمليات الجيش في طرابلس؟ لأن الظهر لحكومة الإخوان بتونس هي الميليشيات الإرهابية بطرابلس. هذا اللي يخلي الإخوان المسلمين اليوم في حالة رعب لما يقعوا من معارك في طرابلس، وهم اليوم يسعون إلى إحداث الفوضى في تونس حتى يسيطروا هم على الوضع ويكون معناها تحركهم سهلا. نحن اليوم كمجتمع مدني نطالب ونرفض علاج الميليشيات بتونس. هؤلاء هم قنابل موقوتة يا أخي على أمننا القومي التونسي. إذن الأستاذة وفاء الشاذلي المحامية والناشطة الحقوقية كنت معي عبر الهاتف من الشقيقة تونس، شكرا جزيلا لك.